الله اعلم. استاذ امجد ليكون مزعله انت. ما عملت له شيء ولا زعلته باي شغله سوى اني غالبه ثلاث دقوق طاوله ورا بعضهم البعض. معقول يكون زعل من هالقصه؟ بس هو صعيب ينقهر من الغرب، بس مو لدرجه انه يقاطعنا. انا رايي تتصل فيه وتطمن عليه. تعرف فكره مقبوله كثير. ما رح كذب خبر. الو، مرحبا. يعطيك العافيه، امجد بيك عم يحكي. وفيق بيك وين بالله؟ شو هالحكي؟ جولة على اوروبا؟ ايه ماشي. لا لا، انا بحكي معه ان شاء الله بس يرجع. مطول؟ ماشي. هلا هلا. شو عم يعمل باوروبا؟ شو بيعرفني شو عم يسوي باوروبا؟ طالع لهونيك بالظاهر تغيير الجو. انا بعرف، بس ما له حق يحمل حاله ويمشي بدون ما يخبرني على القليل، عيب عليه. فعلا ما له حق. بتعرف حسام خايف السفرة تبعه يكون في من وراها إنا مثل شو يعني؟ بس أنا بعرف كيف جيب خبره. يا لطيف، بدك تقتله؟ لك غبي أنت يا بني آدم، غبي. لك بحكي معك بقول تحسن، تطور، صار يفهم، بلاقيك عم بتضلك بلا فهم. لك شو قتله؟ معقولة قتله؟ لك لا بمسلسل بتمشي ولا بفيلم سينما بتمشي. لك معقول أنت يا بني آدم؟ مو قتله، مو قتله، جيب خبره يعني اعرف وين مسافر. هلكتني هلكتني يا بني ادم يا حسام. لين لك عقلك، لين لك عقلك يا اخي، لين لك عقلك. اف، اطلع لبرا، خلصني، روح خليني افكر لحالي، اصفم شي حل. قتلان يعطيكم العافية. ممكن أحكي مع السيد نادر؟ أهلين بالأستاذ أمجد. معلمي إن شاء الله بتبقى حدا يا رب. إيه مسافر. إيه والله صعب هلأ أشرح لك إياها. عالستة بكون عندك بالبيت. ستة ها بأمرك حبيبي. أهلين أستاذ. صفاء، صفاء، اجا نادر سأل عني. نادر؟ مين هذا نادر؟ افتح لي هيك. نادر هذا واحد موارد الساعة 6 بده يجي لعندي. هلا صارت الساعة 6:05 لسه ما اجى. ها، ومين هالنادر المهم هذا اللي فايق قبل موعدك بساعة لتشوفه؟ هذا موظف بالدولة، يعني ما بيشتغل عند حدا. موظف بالدولة هيك وبيأدي لنا خدمات، ونحن التجار كمان بنكشك شو مندلله. ايوه فهمت فهمت. تفضل. استنى خليها خليها خليها. اجا. وينك هلا؟ وينك؟ صار لي ساعة ناطرك. مشان الله ما توخذني، أزمة مواصلات مثل ما بتعرف. معقول هلا أزمة مواصلات الصباح؟ تفضل فوت. مرحبا. أهلا وسهلا. بعد إذنك بس. إيه سيدي، احكي لي شو قصته معلمك؟ هذا يا سيدي معلمي مشترك بجمعية. جمعية؟ جمعية شو؟ جمعية تجارية يعني؟ شو تجارية ما تجارية؟ لا 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 لا، هي جمعية سياحية واسمها الموناليزا. ايه وشو يعني؟ يا سيدي هي الجمعية بيدفع الواحد فيها اشتراك سنوي، بيقوموا بيعملوا له تسهيلات سياحية. مثل شو؟ شغلة حلوة كتير، فيها توفير وتخفيض بالأسعار. شوف نادر، هذا الحكي كله أنا ما بيهمني، بدي أعرف معلمك ليش سافر على أوروبا؟ سياحة. سياحة؟ أنا سياحة؟ أنا اللي بعرفه عن وفيق إنه كحتة وإيده هيك ماسكة، بقى كيف طلعت بباله هلا شغلة السياحة؟ إيه ما خليتني كمل لك، هي الجمعية السياحية شجعته يسافر لأنه فيها توفير. المهم هلا، يعني ما في شيء ثاني غير السياحة؟ يعني ما في هيك مثلا مؤتمرات، معارض، شغلات من هالنوع، اجتماعات؟ لك لا، ما في شيء من هذا بنوب. صباح الخير. كيفك يا استاذ سهير؟ الحمد لله استاذ. يا ريت تكبي لي العلكه من سنك، هذا مكان محترم، إذا إجا مدير شركة أو صاحب شركة شافك عم تتمجلقي بالعلكة بياخذ انطباع سيء مو عنك بس، عن المكتب كله. حاضر استاذ. يا ريت ما نعيد حركة العلكة مرة ثانية. حاضر استاذ. إذا بتريدي في شركة سياحية اسمها موناليزا. موناليزا؟ دوري لي على الرقم تبعها واتصلي فيهم. إيه، بتحب خبرهم شيء؟ خليهم يبعثوا لي مندوبهم لعندي على المكتب. حاضر استاذ. وكمان شو بدي أقول لك، كنت تحكي مع حسام. إيه؟ خليه يجي لعندي فورا. أنت بتأمر استاذ. موناليزا، هي أول مرة بسمع باسم موناليزا. في شركة اسمها موناليزا؟
خير استاذ، قال طلبتني. طلبتك وعلى عجل. بتعرف اني جبت خبره لوفي؟ قتلته؟ يخرب بيتك، يخرب بيتك، شو مخيلتك اجراميه؟ شو صاير لك؟ شو صاير لك كل كلمه والثانيه قتلته؟ لك شو قتلته؟ عم اقول لك لا بتصير لا بسينما ولا بتلفزيون، اريان النصي يا حسام انت لسه قتلته قتلته، هلكتني جلطتني يا رجل. انا اسف يا استاذ انا اسف. وين بصرف اسفك انا؟ لا بقى تحط حالك بمواقف تتاسف فيها، نظف لي مخيلتك من الاجرام، عم تشوف كثير افلام عنف. المهم حبيبي جبت خبره يعني عرفت ليش وين سافر. ها معناتها فيها إنا. لك لا فيها إنا ولا فيها لعل. فيها عسى. إن شاء الله عسى هيك تخنا ها، بتنزل على راسك بتخليك ما بتغطس يا حسام. منيح هيك؟ لك هلكتني يا بني آدم، عم أقول لك لا إنا ولا لعل ولا عسى. الرجال طالع يعمل سياحة، مجرد سياحة يعني شمت هوا لا أكثر. منيح. لا مو منيح. شلون طلعت معك هي منيح؟ قال منيح بكرة بقى بيرجع ولحق له على منفخة وشوفت حال. أنا لما كنت ببريطانيا صار معي الشغلة الفلانية، وأنا لما رجعت من بريطانيا صار معي الشغلة العلتانية ولحق له بقى. أنا لما كنت بمطار كذا ولما رجعت على مطار كذا ونزلت بمطار هيثرو وطلعت من مطار بطيخ ما عاد بتلحق له منفخة بكرة. هو الشاط 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 كتير يا أخي. بس أنا ما رح أسكت له على فكرة. شو هتعمل؟ رح سافر مثله، مو بس هو بيسوح وانا كمان بدي سوح ونوح. شو رأيك؟ بدي دور كل اوروبا. اذا هو داير 10 بلاد انا بدي دور 15 بلد، واذا هو رايح لهونيك وجايب معه ماجستير انا بدي روح لهونيك وجيب معي دكتوره. شو رأيك؟ سلم بياتك يا صوص. سامي ايه. صفاء بدي اقترح عليك اقتراح، شو رايك نطلع نعمل سياحة؟ لوين يعني؟ على اللاذقية؟ لا 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 حاجتنا لاذقية، شبعناها للاذقية، قصدي نطلع نعمل سياحة برات البلد. عن جد أم جد ولا عم تمزح؟ شو عم بمزح؟ طبعا عم بحكي جد، قولي لي شو رايك بالفكرة؟ كثير فكرة حلوة بتطير العقل، بس يعني بدي أعرف مين اللي جاب الفكرة على راسك؟ ما حدا جاب الفكرة على راسي، بس أنا شوي أعصابي تعبانة هيك ومتشنش، حاسس حالي لازم أطلع لازم أرتاح. إي معك حق حبيبي. يا سيدي عملت زلت العقل، بس يعني وين بدنا نروح؟ ما بعرف لهلا وين بدنا نروح، بس اتركيني لبكرة وبجيب لك الخبر اليقين. عادة التنصت هاي ما بيصير. ما بيعرف مين في عنده. عنده مدروب من شركة الموناليزا، صار له زمان يعني شي ساعة زمان، واجتماع مغلق وسري للغاية. مغلق وسري وعلى ايه؟ شو دخله؟ شو بعده سمير اللي بيسمعك بينزل فينا؟ كم نجمة بتحب الأوتيل؟ خمس نجوم. الفطور أمريكي ولا كونتيننتال؟ لا أمريكي أمريكي بفضله. بتحب البيض عيون ولا مخفوق؟ عيون عيون. الخطوط الجوية المفضلة؟ بصراحة بدور على الأرخص مع خدمة جيدة. بتفضل السفر بقطارات؟ لا 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 قطارات ما بحب، ما بحب إلا قطار الزبداني بس. بتحب السفر بالبحر؟ أعوذ بالله، من بعد ما شفت فيلم تايتانيك بطلت حبه بالمرة. قديش بتحطوا حضرتكم ميزانية سنوية للسياحة؟ هو الحقيقة أنا بحكم عملي طبعاً بسافر كتير وبروح وبيجي كتير، بس بقصد السياحة سفراتي قليلة، يعني فينك تقول لحد هلأ أنا مهمل السياحة شوي. مين بتحب رفيق سفرات؟ بفضل مرتي تكون رفيق سفر. نعم. طيب أستاذ، هاي بعض برامجنا السياحية. نعم. وهاي بطاقة دعوة لزيارة منتجعنا السياحي، إذا بتحب تشترك بالجمعية في عنا عرض خاص هلأ. نتشرف وإن شاء الله بشترك، بس بدي أفهم يعني أعمل معي احتياط مالي، يعني مثلاً أخذ معي شيء من باب الاحتياط 100,000 مثلاً؟ بيكون أحسن. مرحبا. أهلاً أستاذ نادر. كيفك أستاذ؟ شو أخبارك؟ كيف صحتك؟ أهلاً أستاذ نادر. شو أخبارك؟ جبت له الأستاذ اللي قالك عليه؟ لك؟ إذا بتريد. لا 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 لا، هذا ما بقدر سلمه غير باليد، ما تواخذني. بس أنا 100 اهلا وسهلا فيك، شرفت. انا ان شاء الله بتهلني يومين بحكي معك برد لك خبر. بانتظار تليفون حضرتك. اهلا وسهلا. تحياتي. سلام.
اهلا وسهلا نادر. كيفك سند؟ كيفك؟ شو اخبارك؟ شو صار معك البرنامج؟ هذا البرنامج باليوم وبالساعه مثل ما طلبت مني تمام. يا عيني عليك، تفضل اقعد. الله يديمك. مره ثانيه استاذ. خلص شو خلينا نستعجل عندك. اي والله ماشي. يلا وصينا استاذ. الله يسلمك. هلا حبيبي. يلا بالاذن. خلي لي اياك. استاذ انا رايي ما تشترك بالموناليزا. ليش شبه الموناليزا مو عجبتها؟ استاذ امجد حسام مو هيك قصده بنوب بنوب، قصده إذا عرفوا فيه إنك أنت اشتركت بعد ما هو اشترك حيقول عنك إنك أنت غرت وقلدته، وهي ما حلوة بحقك بنوب يا أستاذ أمجد، ما هيك حسام؟ بالتأكيد أستاذ، فأنت لازم تعمل مخطط لحالك إذا ناوي تقلده، يعني عفوا مو تقلده، يعني إذا ناوي تعمل برنامج السياحة تبعك. أخ يا حسام انتقي يا أخي مفرداتك بعناية تاني مرة، أنت مسؤول هون بشركة كبيرة، يعني كلامك في مسؤولية، لا تحكي شروي غروي تاني مرة تقلده وتبطخه، هذا الكلام بيرتب عليك مسؤوليات لأنه ماشي. على كل يا جماعة أنا اقتنعت بكلامكم وكلامكم مزبوط، بس كيف كان هيك ما خطر لي هالشي ما بعرف. أستاذ أمجد أنا عندي كمان عناوين شركات كتيرة كتيرة ممكن أعطيك ياهن وأنت تحكي معهم بنفسك، شو رأيك؟ لك شو عم تحكي أنت؟ أنت بس أمرني أستاذ، أمرني وأنا بروح بلملك مندوبين السياحة كلهم جيبهم لخدمتك لهون على المكتب. ماشي ماشي اوكي، وهو كذلك، خلص مثل ما بتكون. هلا انت عندك عناوين؟ ايه تعال شوفهم. شوف يا حبيبتي. ايه. بناخذ الباخره هولو بولو من اللاذقيه هيك لوين على الاسكندريه، بنقعد لنا شوي بالاسكندريه، بعدين بنرجع بناخذ الباخره هولو بولو وبنطلع بنقعد وين؟ بنقعد هون. طلعي لي على هالنقطه هاي، وين هون صرنا؟ ليك هون مقابيل سوريا يا حزرك شو هي قبرص. أيه. نقعد بلارنكا. أيه. نقعدنا فتره بلارنكا بعدين بنطلع من لارنكا هيك على مضيق البوسفور. وين هذا مضيق البوسفور؟ لك ليكو شو صار لك ليكو مضيق البوسفور. نقعد لنا فتره باسطنبول. أيه. بعدين بنطلع من اسطنبول هيك بالباخره على الحجر الاسود. قصدك البحر الاسود حبيبي. على البحر الاسود. نقعد لنا فتره بسوتشي، ومن سوتشي بعدين نطلع هيك برا. أيه. برا ملاحظي. أيه. على جمهوريات الاتحاد السوفيتي سابقا، ماشي؟ بنقعد لنا فترة هيك بجمهوريات الاتحاد السوفيتي، بعدين بنستقل الطيارة وبنرجع فيها هيك لهون على الشام. ما أحلاها. طيب هاي البرنامج الأول، البرنامج الثاني؟ البرنامج الثاني للرحلات عندك. أيه. احتمال ثاني إنه بنطلع نحن. أيه. على أوروبا عن طريق البر، يعني بنطلع هيك من الشام على اسطنبول، نقعد لنا فترة باسطنبول، بعدين نطلع على بلغاريا. أيه. على بلغاريا بعدها. أيه. ومن بلغاريا بنمشي هيك بنضلنا رايحين لوين بنوصل لك يا طلعي لي لهون، من بلغاريا هيك بنمشي على هالطريق هذا هيك لنوصل لوين؟ على اقليم كوسوفو. أيه. نقعد لنا فترة بعدين بالبوسنة والهرسك، ومن هنيك بنكمل هيك دغري على باريس حبيبة قلبك باريس. يا الله احلاها. تعرف احلى شيء بفرنسا بس اوصل هنيك بتعرف شو بدي زور؟ شو بدك تزوري؟ النفق اللي ماتت فيه ديانا ودودي حبيبي. ماشي بنروح وبتشوفي هذا النفق. احنا رايحين مشان الفرجة، ايش نحن رايحين مشان الفرجة اللي بدك يا. ايه؟ بعدها عنا عدة احتمالات. ايه؟ اما بنطلع من باريس بنضلنا طالعين بطلوع 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 قاسي كتير على المانيا، او منكمل قص دغري هيك بوشنا على اسبانيا لهون، او مننزل بنزول بقى هيك على ايطاليا، شو رايك؟ تقبر قلبي. شو برامجك؟ يا عيني عليكي، هلا بس نوصل على ايطاليا هون بضل في عنا بقى البرنامج الثالث، بدك تساليني عنه بقى. طيب. يا هاد يا هداك يا هاد يا البرنامج الثالث. قلي البرنامج الثالث. البرنامج الثالث ستي اللي بيلي كل الكره الارضيه جنوب شرق اسيا هون. ايه؟ عندك اما تايلاند. أيه؟ او سنغافوره او ماليزيا او بانكوك. يا عيني على بانكوك. بانكوك بقى انت بتنزلي بتتسوقي وبتتركيني انا بالاوتيل. ليش هيك؟ بكون تعبان داير العالم كله ما بدي ارتاح. ايه بنزل بنزل تقبر قلبي تقبري قلبي. ايه؟ لأم اتصل هلا بحسام خليه ياكد لي جدول الرحلات ويظبط لي الامور كلها. ماشي طيب انا رح اترك شغلي كلها لك، البرامج كلها تحلو كلها عجبتني، انت قرر حبيبي. ماشي اوكي. مجنونه اخذ معي الطقم الاسود هذا؟ طبعا خدي. طيب والتيار اللي بدي اخده ولا لا؟ رايحين على باريس بكره بتشتري كله جديد. لبين ما نوصل لباريس بدنا شي 15 يوم، يعني لازم بدل 15 مره، يعني 15 غيار. ليش ضروري تبدلي كل يوم؟ طبعا حبيبي. شو اسم سياحه لك وانت شو بدك تاخذ معك؟ انا بدلات. اخ انا ما راح اخذ معي غير شي 5 بدلات بس. ولا قلك لا 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 لا. شو؟ بدي اخذ 15 بدلة مشان الصور، كل صورة لازم اطلع بدلة غير. برافو.
لحتى طقق وفيق، بدي فرجيه قيمته، بدي خليه يطق يفقع وهو عم يشوف الصور. تذكري هالصورة؟ اي تقبر قلبي انت والصورة. ايه وامتى سافروا؟ اليوم معلم. يعني انت متأكد؟ انا شفتهم بعيني وهن طالعين على الطيارة. اوعى يكون شافك حدا. لا توصي حريص معلم. بصراحة يا نادر، بعد فضيحة القمصان أنا قررت أحلق لك وعن ناعم، لأنه اللي بيخون الخبز والملح ماله شغل عندي، بحروق وحرق. أنا استسمحت منك واعترفت. لا تكفي، لا تكفي يا نادر، أنا بعرف إنك أنت اعترفت بغلطتك، وبعرف إنك قررت تصلح موقفك تجاهي، وبعرف إنك عملت هاي الخطة لحتى تثبت لي حسن نيتك. ولو يا نادر، ما أنا خابزك وعاجنك. نادر أنت داهية يا نادر. أنا من بعدك معلم. المهم اللي كام يوم رح يقعد أمجد بيك بسفرته هاي؟ هتاخد راحتك على المظبوط 20 يوم. حلو 20 يوم، معناها يا نادر نحن رح ننزل بهي المناقصة تبعيت الزرار بدون ما حدا يزعجنا، لا أمجد بيك ولا غير أمجد بيك. داهية يا نادر. حسام، الو حسام، وينك يا اخي وينك؟ ايه اسمع حسام، بتحول لي هلا 3,000 أو 4,000 دولار. ايه على رقم حساب هلا بعطيك اياه. ليش خلصوا مصاريك؟ ما صار لك مسافر يومين؟ انسرقنا، انشلنا يا حسام، انشلنا، كل شي طار من نص الاوتيل، كل شي طار. شلون هيك ساعة الغفلة ما بتعرف؟ لك ما ضل معنا شي، جوازاتنا راحوا، مصارينا راحوا، لك ما ضل شي غير التياب اللي لابسينهم. انا نمت ببطيخ، نمت بهذا بنطلون الطقم يا حسام. الله يرضى عليك، ابعت لنا بسرعة، ابعت لنا. ها ايه عطوا بالكم لكان لتاخدوا برد انت ومدام صفاء. لك يا اخي مو معقول شو غبي انت، مو معقول شو غبي. لك ابعث لي البطيخ المصاري، بدنا ندفع حساب الاوتيل. ايه بدي اجيب بطاقات طياره، شو بدي ارجع مشي ولا سباحه؟ ما حلك بكير على الرجعه. شو صار؟ بتعرف مجودة حسدونا؟ لك طولي لي بالك هلا، بلا حسدونا بلا بطيخ انت الثانيه. ايه حسام، تضرب هديك الساعه اللي فكرنا نجي نعمل فيها سياحه. سجل عندك رقم الحساب، سجل. قلتك مين اللي حسدنا، نظيره ولا رفقاتك؟ عيريني سكوتك شوي. 5 4 3 1 0.